يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء. خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذكرنا أن سيدتنا خديجة أرسلت ميسرة خادمها مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الشام ليأتي لها بالأخبار، فلما عادت القافلة كانت السيدة خديجة متلهفة تريد الخبر أكثر من قضية التجارة، أكثر من قضية الأرباح. هي لها قوافل رايحة وجاية ومستفيدة والحمد لله والخير كثير، لكن تريد الخبر، هذا الأمر الذي يجيش في داخل صدرها تريد أن تتحقق منه، هل هو صحيح؟ هل فعلا هذا الرجل هو الذي يشار إليه؟ خصوصا أن خديجة قد رأت رؤيا في منامها، رأت أن الشمس نزلت إلى مكة ثم أنها دخلت إلى دارها فاستنار البيت كله، فذهبت إلى ورقة بن نوفل فأخبرته بالرؤيا فأولها وقال لها إن صحت رؤيتك هذه فتكونين زوجة النبي آخر الزمان وهو خارج. قالت وهو يكون نبي؟ قال نعم سيكون هناك نبي وسيخرج، وأظنه في هذه في قومنا، وكان ينتظره ورقة بن نوفل. فسيدتنا خديجة تتطلع وعندها إشارات وإرهاصات لهذه الأمور، فلما جاء ميسرة قال لها رأيت من محمد عجبا، أخبرها بخبر الراهب وأخبرها بالملكين اللذان يضللانه، وأخبرها بصدقه وأمانته وحسن معاملته وأدبه وسماحته وطهارته وجميل رائحته وكل شيء، كل شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكمل البشر أكمل الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فزاد حبها له وتعلقها به، ومع ذلك تجارتها كانت تربح كل مرة ضعف، ففي هذه التجارة التي ذهب رسول الله فيها حصلت البركة فتضاعفت الأرباح إلى ضعف ما تعتاد ربحه سيدتنا خديجة في قوافلها، فتيقنت أنه فعلا هو رجل غير عادي، فأرسلت صاحبتها تخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألك حاجة في النساء؟ تريد تتزوج؟ سيدتنا خديجة فكانت هي التي خطبت رسول الله، وهذا من قوتها ومن صدقها ومن صفائها الكامل، ما انتظرت فرصة موجودة. ولهذا ليس من العيب أن الرجل يخطب لبنته، أو أن المرأة إذا كانت صالحة وتريد رجل صالح أن تعرض نفسها بطريقة صحيحة عن طريق أحد تثق فيه ويثق فيه ذلك الرجل، فليس بعيب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبة خديجة نعم ولكن لا أجد ما أتزوج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما معه شيء، عمه أبو طالب فقير، وكان صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما فما معه شيء من التجارة، ولا هذه أول خرجة تجارية يخرج فيها، فأخذ نصيب كما يقولون العمولة وحق الأتعاب الصفقة هذه والرحلة هذه التجارية. فقالت له هل لك بالجمال والمال والحسب والنسب؟ قال نعم. قالت له خديجة هي ترغب فيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وذهب صلى الله عليه وسلم يستشير أعمامه. الموازين في العقل هنا بيت راجح. ذهب فاستشار عمه أبا طالب فقال أبو طالب أنعم خديجة بنت خويلد بحسب ونسب وشرف وعفة وطهارة وكل الصفات موجودة فيها،
واستشار عمه حمزة فكذلك استحسن ذلك. فكان رضي الله عنها وأرضاها كانت لها هذه الدرجة وكان لها هذا العقل البالغ والمبادرة، المبادرة العظيمة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وجمع واجتمعوا، وكان أبوها متوفى خويلد، فاجتمع رسول الله ومعه أعمامه وجاء أهل خديجة وعمها، فخطب أبو طالب خطبة رنانة حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما أنعم عليهم، قال نحن ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وسواس الحرم وخدام البيت، ذكر ما شرفهم الله سبحانه وتعالى به. قال ثم إن محمدا عرفت هو أرفع الناس نسبا وأشرفهم حسبا، وإن كان في المال قلا فإن المال ظل زائل. خطبة رنانة عجيبة فيها من بديع البيان شيء كثير. وقال وإنني أزوجه بخديجة بنت خويلد، فقبلوا بزواجها. فقال أبو طالب أريد أن أسمع ذلك من عمها، فقال قبلنا، وبذلك تم النكاح الميمون العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح كنكاح الإسلام من لدن أبا آدم حتى ولدني أبواي. كل أجداد النبي ما في سفاح أبدا، كلها بزواج بعقد مثل عقد الإسلام، وحتى زواج هذا قبل الإسلام كان بعقد مثل عقد الإسلام، شهود ومهر، كان مهرها 12 أوقية ونصف من الذهب، هذا مهرها. ومن هنا بدأ البيت الميمون وبدأ الزفاف الكريم. ومن العجائب أنه دعي في هذا الزفاف مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وجاءت وأكرمت، حتى أنها لما عادت سيدتنا خديجة أكرمتها بهدية 40 شاة هدية، وكانت هي راعية وكانت فقيرة سيدتنا حليمة، لكن الفرحة عمت مكة كلها وكيف لا تعم، بل هذه فرحة عمت الوجود والكون. هذا أشرف بيت في الوجود، أشرف بيت في الكون، هذا البيت هو أشرف بيت في الدنيا، وهو أشرف بيت في الجنة، بيت خديجة بنت خويلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيت الذي خرج منه الإسلام وخرج منه الوحي وخرجت منه العترة الطاهرة المباركة وخرجت منه خيرات الدنيا والآخرة. تم الزفاف وسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع سيدتنا خديجة بنت خويلد، وكان معها 2 من الأبناء، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك البيت، وعاشوا في سعادة، بيت عجيب. خديجة بنت خويلد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل أن ينزل الوحي، قبل البعثة 15 سنة. ليس هناك دين معين ولا أوامر ولا توجيهات ولا وحي، لكن إيمان، ذكر لله سبحانه وتعالى، طهارة كاملة. ما عرف أن سيدتنا خديجة أغضبت رسول الله أو حصل بينها وبين رسول الله موقف أو شحنة أبدا، وهذا ما لم يحصل لامرأة في الكون، ما حصل لامرأة هذا الشيء، ما حصل لامرأة في العالم، ولا قد سمعنا أن امرأة في العالم ما حصل بينها وبين زوجها حتى شوي ولا مرة ولا مشكلة ولا كلمة. هذا أكبر درس في حياة سيدتنا خديجة رضي الله عنها، والذي نريد النساء اليوم يتعلموه. سيدتنا خديجة صبرت، تحملت مشاكل كثيرة، ولكنها ما رأى منها رسول الله إلا ما يرضيه وما يفرحه وما يسره. سبحان من جعلها كذا، من الذي سخرها؟ إن الذي سخرها لسيدنا محمد هو الله، أهلها. مع أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات كلهم 9 الذي جاءوا بعد سيدتنا خديجة حصل بينهم وبين النبي مواقف في احتكاكات أغضبوه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب منهن إلى حد أن خيرهن بالطلاق،
أن يطلقهن ويسرحهن صراحة جميلة ويعطيهن الدنيا. لكن سيدتنا خديجة ما عرف ولا ذكر ولا سمع أنها جرحت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أو أساءت إليه أو صار بينها وبينه أخذ ورد ولا مرة، حتى قبل البعثة، قبل أن يكون أصلا هناك وحي أو دين. لا شك أن هذا إعجاز، وأن هذا اختيار من مولانا سبحانه وتعالى في علاه. ومرت السنوات على سيدتنا خديجة وهي في هذا الحال، والعجيب أن سيدتنا خديجة في هذا البيت تحملت عبء كبير، تحملت عبء كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور السنوات بدأ يحبب إليه الخلوة والذكر لله ومجافات الناس، مع أعباء كبيرة على ظهر سيدتنا خديجة، ولكنها كانت نعم العون. هذا الذي سنتعرف عليه من أخبار سيدتنا خديجة، كيف كانت ربة المنزل التي أحسنت إحكام البيت وإدارة البيت، فكانت بذلك هي مضرب المثل في إدارة المنزل. هذا الذي سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى فاطمة الزهراء، كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء، عائشة وفضلها مثالا في العفاف، كانوا رموزا في الحياة، شموخ خير نهجهم نماذج في الاقتداء. يا كمل النساء يا كمل النساء.